السلام عليكم يا سنة أولى، عاملين إيه؟ معاكم زميلكم محمد أحمد جابر فرقة رابعة، وهنتكلم مع بعض عن محاضرة يعني هي فيها 3 برازات، بس هي محاضرة بسيطة إن شاء الله. 3 برازات هما الترايكوريزيس أو ديزيز، يعني الترايكوريزيس والأسكاريزيس والتوكسوكاريزيس. قبل بس ما نبدأ عايزين ندعي لزمايلنا اللي ربنا توفاهم ونقرأ لهم الفاتحة. طيب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو ثانية واحدة الترايكورس ترايكورا، وكمان الاسكاريس لامبركويدس، وكمان التوكسوكار. اول حاجه نبدا معاها هي ترايكورس ترايكورا، او اللي هي اسمها الويب وورم. لو ترجمنا كلمه الويب وورم ديت هنلاقيها معناها ان هي الدوده ذات الصوت، يعني اللي هو ايه، يعني عامله زي الكربون كده، لان هم كانوا اكتشفوها في البدايه ولقوا ان هي يعني لو انت بصيت لها عامله زي الكرباج، لانه كانوا هم اكتشفوا قبل ما الميكروسكوبات وكده كانوا شايفين ان هي رفيعه جدا قبل ما ايه ما ياخدوا بالهم من الجزء التخين دوت، فقالوا عليها الويب وورم. هي طبعا كوزموبوليتان وبتاثر على حوالي 800 مليون انسان. وكمان هي ان هي بيبقى عندها سيك بوستيريور 2/5 او 2/5، يعني اللي هو الجزء اللي ورا ده بيكون ده الخمسين بيكونوا سيك، والجزء اللي قدام ده بيكون الثلاث خماس بيكونوا ايه قالك بيكونوا سن. بعد كده دوت برضو اللي هو بقى اللارفا بتاعتها او الايج بتاعتها، الايج بيبقى فيها ميوكويد بلاج، يعني في ميوكس كده عند الايه عند الاثنين بولز اسمه ميوكويد بلاج. تمام، يبقى ادي اول حاجه في الترايكورس ترايكورا. الادلت بتاعها بيوصل لحوالي 4 ل 5 سنتي. الدياجنوستيك ستيج، الستيج اللي انا بلاقيها وانا بعمل دياجنوزس لما اخد ده من عينه معينه اللي هي هتبقى في الاغلب الستول، هنلاقيها ايه، قال لك هنا بلاقي اماتيور ايج، يعني ايج لسه ما نضجتش، يعني لسه هتنزل، لان من ضمن اصلا ان عشان الايج دي يحصل لها ماتيوريشن ان هي بتنزل مع الستول وتروح تقعد في السويل فتره معينه اللي هو في التربه فتره معينه من اسبوعين لحوالي 3 اسابيع كده عشان يحصل لها ماتيوريشن. فهو الدياجنوستيك ستيج بتاعتها بتكون اماتيور ايج. طيب الانفكتيف ستيج ايه اللي يعدي الانسان؟ اللي يعدي الانسان هي الامبريونيتد ايج، وهي ديت بقى الماتيور، يعني هي قعدت في السويل خلاص، ويجي الانسان بعد كده ياكل بقى خضار مش مغسول كويس او اي حاجه فتعديه الامبريونيتد ايج دي. نو مايجوريتوري ستيج دي يعني هنعرف يعني ايه مايجوريتوري ستيج، يعني لان البرازيت الاثنين برازيت التانيين بيحصل لهم مايجريشن في الجسم وبيلفوا في اعضاء الجسم كلها وكده، انما لا البرازيت ده مش موجود فيه الحاجه دي وما بيلفش، فبالتالي هو نو مايجوريتوري ستيج. طيب اللايف سبان هتقدر تعيش قد ايه؟ بتقدر تعيش حوالي من سنه لثلاث سنين في جسم الانسان. البري بيتنت بيريود يعني البيريود اللي الاعراض قبل ما الاعراض تظهر على الانسان بتبقى حوالي شهرين، وكمان ان الديزيز ده بيبقى كومن في انهي من المناطق، المناطق اللي فيها الامطار هاي رين فول، وكمان المناطق اللي هي فيها رطوبه عاليه، البور سانيتيشن والكونتامينيت سويل طبعا، والتشيلدرن في السكول ايج، وكمان برضو ان هي بيبقى ليها اسوشيشن مع الاسكريزيس والتوكسوكريزيس. تمام، اللايف سايكل بتاعتها بتبدا بان هو قال لك ان امبريونيتد ايج او اللي هي الاماتيور ايج، تنزل تقعد في السويل يبدا يحصل لها بقى ايه، قال لك يبدا يحصل لها كليفج بقى ويحصل ماتيوريشن، وفي الاخر خالص تتحول الى ايه، قال لك الى ماتيوريتد ايج. الماتيوريتد ايج دي الامبريونيتد ايج، يعني الامبريونيتد ايج يجي ياكلها الانسان ويعمل انجيشن، بتروح تقعد فين؟ هي بتروح تقعد في السمول انتستين، بتحب تقعد في قصدي لا هي بتحب تقعد اسف بتحب تقعد في السيكم في اللارج انتستين، يبقى الترايكولس بتحب تقعد في اللارج انتستين. تمام، طيب بعد كده الباثوجينست بتاعتها، طبعا هي في هيفي انفكشن، هتلاقيها ان هي راحت فين؟ قال لك هنا بتبقى منتشره على طول الايه اللارج انتستين من اول الكولون لحد الريكتوم، ان هي بتبقى ايه، قال لك ان هي امبيدد جوه السب ميكوزا، يعني هي بتدخل كده جوه السب ميكوزا وبتبدا تعمل اريتيشن للميكوزا، فطالما عملت اريتيشن للميكوزا والسب ميكوزا فكده الجسم هياخد عنها فكره وهيبعت لها ايه، قال لك هنا جهاز المناعه بتاعه هيهاجمه، فبالتالي يبدا يحصل انفلاميشن. وطبعا لان النتيجه ان هي بتبدا تعمل انفيجن للميكوزا ينتج عنها هيموريدج، فبالتالي بتعمل طبعا انفلاميشن اللي هو الديفيوز كولايتس، ونتيجه ان الهيموريدج ده يبدا يحصل ايه انيميا. كمان برضو ان في الريكتوم بتؤدي الى حدوث تنسمس. كلمه تنسمس دي معناها يعني ايه، اللي هو ستريننج، يعني زي ما يقول العيان بيحزق وهو في الحمام بسبب ان في كونتراكشن في الايه، قال لك هنا في الانا الاسفنكتر، فبالتالي يبدا يحصل تنسمس، ونتيجه للكونتراكشن ده طبيعي جدا بعد كده يبدا يحصل ويكنس في الميكوزا، الميكوزا تضعف لحد ما يحصل في الاخر خالص حاجه ريكتال اسمها ريكتال برولابس. والريكتال برولابس دي هي يعني ايه، حاجه ممكن تكون سبيسيفيك شويه للترايكورس ترايكورا. تمام، كمان برضو ان الورم بتبدا تتغذى على البلاط، بتتغذى على حوالي 5000 ملي لتر في اليوم، ماشي، فبالتالي كده، وكمان بالاضافه لان هي بتتغذى على البلاط هي بتعمل بليدنج عند السايت بتاع الاتاتشمنت، فبالتالي هي كده
تتعدد الى ايه؟ قال لك الى انيميا، تمام؟ طب ما هو كمان برضو ان هي بتبدا تطلع توكسين. على فكره بيقولوا ان التوكسين ديت بتبدا تروح تهاجم المصنع اللي هو زي البومر اللي بيصنع الار بي سيز، فبرضو بيؤدي الى ايه؟ قال لك بيؤدي الى انيميا. يبقى انت كده عندك ان هي بتؤدي الى انيميا بثلاث طرق. اول حاجه ان هي بتتغذى على البلاد سات بلاد، كمان برضو ان هي بتعمل بليدنج عند السايت بتاع الاتاتشمنت وبتطلع توكسين، والتوكسين دي بتبوظ المصنع، فبالتالي ادت الى انيميا وجروس ريتارديشن. كمان برضو ان نتيجه لكده ان هي خلاص ان برضو مناعه الانسان بتبقى واقعه شويه، ممكن يحصل عليها سكندري انفكشن بالانتاميبا هيستوليتيكا، فبالتالي يبدا كمان يحصل السريشن في الايه؟ قال لك في الانتستين، تمام؟ دي كده الباثوجينيستي بتاع التريكوس. طب بالنسبه للكلينيكال مانيفستيشن، هي والله لو مايلد انفكشن الانسان مش هيحس باي حاجه وهيبقى اسيمتوماتيك. طب لو سيفير انفكشن طبيعي جدا هيجيب ايه؟ هيجيب ابدومينال بين، وقلنا هي بتبقى موجوده في جزء ايه؟ يعني في الاغلب بتبقى في السيكم، فتبقى في الرايت ايلياك فوسه، وكمان ديستنشن. كمان برضو ان هي يعني هي بيبقى معاها دايريا. طب ازاي دايريا؟ هي ما ضربتش السمول انتستن، لا هي يعني الجزء اللي قريب من السمول انتستن اللي قريب من اللارج انتستن بيتاثر هو كمان، فبالتالي بتعمل دايريا واللي هي بلادي دايريا. وكمان برضو عندك ديزنتري، ان هي الايه؟ قال لك ان العيان بيقول لك انا عندي تعنيه. تعنيه دي ان هو ايه؟ يقول لك انا عايز ادخل الحمام كتير، بس لما ادخل الحمام ما بعملش حاجه، فهي دي اسمها ديزنتري، تمام؟ كمان برضو ان نتيجه لكده ممكن يتحول الى حاجه، تتحول الى من حاله اكيوت الى حاله كرونيك بقى، ويفضل يعني فتره كبيره عايش بيها. كمان برضو ان هي بتعمل انيميا نوع ايه؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، ودي مهمه جدا ان هي بتعمل هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. وطبيعي ان هي في انيميا وفي انفلاميشن والحاجات دي كلها، يبدا يحصل ويت لوس اند جروث ريتارديشن. وقلنا كمان ان هي بتعمل تنسمس، ونتيجه للتنسمس ده بيحصل ويكنس في مين؟ قال لك هنا في الايه؟ قال لك في الريكتال ميكوزا، فبالتالي يؤدي الى ريكتال برولابس، رير قوي شويه ما هي بتروح للابندكس وتعمل ابندسايتس. يبقى احنا كده كمان مره قلنا الكلينيكال مانيفستيشن والله لو هي مايلد هتبقى اسيمتوماتيك، لو هي سيفير انفكشن بتعمل ابدومينال بين، تبدا تعمل بلادي دايريا وديزنتري، وكمان انيميا، الانيميا بتبقى هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. كمان برضو ايه؟ قال لك هنا كرونيك انفكشن. اهم حاجه الريكتال برولابس، ان هي بتعمل ريكتال برولابس نتيجه للتنسمس اللي هي بتعمله. دي كده صوره الريكتال برولابس اهوت، ان هو ادي جزء من الميكوزا، جزء من الميكوزا بتاعه الريكتوم، يبدا يحصل له ايه؟ قال لك هنا برولابس من خلال الانس، تمام؟ طيب بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل دايجنوزس. الدايجنوزس بتاعك هنا طبعا بيبقى لابوراتوري دايجنوزس من خلال الستول اكزامينشن. انت تبدا تفهم الاكزامينشن الستول، هتلاقي مين الدايجنوستيك ستيج ومين هي الدايجنوستيك ستيج، وان هي الاماتيور ايج. طيب ممكن تعمل سيجمويدوسكوبي. سيجمويدوسكوبي ده ان انت بتدخل بايه؟ بالمنظار طبعا، تبدا تعمل استكشاف يعني للسيجمويد، هتلاقي فيه الورم، الورم ماسكه فيه الميكوزا، وكمان برضو تشوف البلاد، هتلاقي لو عملت يعني سي بي سي هتلاقي فيه انيميا نوعها ايه؟ قلنا هايبو كروميك مايكروسيتيك انيميا. طيب عايز اعالج، هو بص عيله النيماتود عموما كلها بتتعالج بدوايين، بالالبندازول. يعني ايه عيله النيماتود؟ تتعالج بالالبندازول او الميبندازول، تمام؟ طيب فهو برضو بنعالج بالالبندازول، يا اما 400 مللي جرام سنجل دوز، او لو هو في طفل بديله 10 مللي جرام طبعا لكل كيلو جرام. طب الميبندازول قال لك 600 مللي جرام سنجل دوز، وعالج الانيميا بقى سواء بقى بالبلاد ترانسفيوجن او باي طريقه ثانيه. ويبقى كده دي الترايكورس ترايكورا. يبقى احنا نرجع كمان مره على الترايكورس، قلنا اول حاجه ان هي بتكون اسمها الويب ورم، ده الاسم الثاني، بتعمل طبعا ديزيز اسمه ترايكوريزيس، تمام؟ هي منتشره ازاي؟ قال لك كوزموبوليتن، بتاثر على حوالي 800 مليون انسان. قلنا ان هي بيبقى عندها انتيريور او سيك بوستيريور، سيك بوستيريور 2/5، وكمان سن انتيريور 3/5، تمام؟ كمان برضو ان الايج بتاعتها بتبقى عندها ايه؟ قال لك عندها بلاد اسمه ميكويد بلاد. طيب بعد كده ان الادلت بتبقى طولها حوالي بيوصل ل 4 ل 5 سم. الدياجنوستيك ستيج بتاعتها الماتيور مش ماتيور، الماتيور ايج. كمان الانفكتيف ستيج بتبقى امبريونيتد او اللي هي الماتيور ايج. اهم حاجه ان هي ما عندهاش مايجريتوري ستيج، يعني ما بتحصلهاش مايجريشن في اعضاء الجسم المختلفه. كمان برضو عندك ان اللايف سبان من سنه لثلاث سنين. البريبيتنت بيريود بتبقى حوالي شهرين، يعني قبل ما يظهر الاعراض طبعا. كمان برضو ان الديزيز كومن بقى في الاريا بتاعت الهاي رين فول، وكمان برضو الايه؟ قال لك هنا الهاي هيوميديتي، وكمان برضو البول سانيتيشن. كمان بيبقى ليها اسوشيشن مع الاسكريزيس اند التوكسوكريزيس. طب بالنسبه لللايف سايكل، واو الترايكورس ملهاش انترميديت هوست، هو بتبقى هي نزلت من في الاسطول بتاع الانسان، بدات تقعد في السويل لحد ما حصل للايج ماتوريشن، ورجع تاني الانسان عمل لها ايه؟ قال لك عمل لها انجشن. مفيش اي انترميديت هوست، هو عائل وحيد هو الديفينيتيف هوست، هو بيكون الانسان، تمام؟ وهي بتقعد فين الهابيتات؟ قلنا بتقعد في اللارج انتستين، يعني ممكن تكون في الايه؟ قال لك هنا في السيكم. طيب بعد كده
بيجي يكلمنا عن الباثوجينيستي، وقلنا ان هي في الهيفي انفكشن خلاص بتنتشر من اول الكولون لحد الريكتوم، وهي تبدا تعمل انفيجن للسب ميكوزا، فبالتالي عملت انفلاميشن وهيموريدج، فبالتالي ادت الى كولايتس اند انيميا. كمان برضو ممكن تؤدي الى تنسمس، التنسمس ده بيعمل ويكنس كمان في الميكوزا، فبالتالي يحصل ريكتال برولابس. البورن بتعمل انيميا ازاي؟ قال لك هنا ان هي بتعمل سكل بلاد، كمان بتعمل بليدنج عند السايد اوف اتاتشمنت وسكريت توكسين، وكمان ممكن يحصل سكندري انفكشن مع الانتاميبيستوليتيكا فيحصل فردر السريشن. بعد كده قلنا الكلينيكال مانيفيستيشن، لو هي مايلد هيجي اسيمتوماتيك، لو هي سيفير انفكشن فبالتالي هيجي لك بابدومينال بين، بلادي دايريا اند ديزنتري، وممكن تتحول الى كرونيك بيكتش انفكشن، ودي بتعتبر ككومبليكيشن. كمان برضو الانيميا هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا، عندك كمان ويت لوس اند جروث ريتارديشن، اخر حاجه ريكتال برولابس ورير شويه ما هي تعمل ابندسايتس. بنعمل الانفستيجيشن ازاي؟ قال لك بنعمل الانفستيجيشن عن طريق ستول اكزامينشن، هتلاقي الاماتيور ايج او سيجمويدوسكوبي، هتشوف الورم او تشوف تعمل سي بي سي هتلاقي فيه انيميا، بنعالج يا اما بالالبندازول يا اما بالميبندازول، واعالج كمان الانيميا. هنتكلم بقى دلوقتي عن اللي هو البريفنشن، ازاي اعمل بريفنشن وكنترول. اول حاجه طبعا بروبر واشنج للفيجيتابل قبل ما ناكلها، سيف ووتر سبلاي، تبقى المايه نظيفه، هيلث اديوكيشن نعلم الناس ونفهمهم ايه هي الترايكورس، وكمان ماس اديوكيشن برضو وماس تريتمنت على كل الديفينيتيف هوست اللي موجوده وكل الناس اللي عندها الترايكورس، وكمان سانيتري ديسبوزال للايه، قال لك للهيومن فيسز. ده كده الايه، دي كده الترايكورس. ده كده بقى فزوره يعني ممكن تحلوها، اللي هو شيء قلبه ياكل قشره فما هو، يعني ممكن نفكر فيها شويه. نتكلم بقى دلوقتي عن الاسكارس. طبعا الاسكارس هي حاجه اسمها اسكارس لامبركويتس، دي طبعا فيري كومن ديزيز، ده مشهور جدا، وكمان ان هو كوزموبوليتان يعني حوالين العالم، بيأثر على حوالي 800 مليون بيرسون برضو. الاسكاريس بيعمل مرض اسمه الاسكاريزس. تعال بقى نشوف اللايف سايكل بتاعته. برضو اول حاجه ان في ايج، الايج ده هينزل من ايه؟ قال لك هينزل في الفيسس بتاع الانسان، يروح ينزل في السويل، يبدا يقعد في السويل فتره معينه لحد ما يحصل له ماتوريشن. الماتوريشن هو تتحول الى الانفكتيف لارفا، يعني الايج تبقى جواها الانفكتيف لارفا، بقى يجي الانسان يقوم عامل لها انجيشن ثاني. ايه الايج دي؟ طبعا هتدخل جوه الديودينم يعني ماشي، وبعد كده تعدي من الديودينم تروح تمشي في البلد بقى، وهي ماشيه في البلد بتعمل مايجريشن، يعني عشان كده قلنا ان فيها مايجريتوري ستيت. تمام، تبدا تعمل مايجريشن، تروح لاماكن كتير زي اللونج، تروح بقى تلف يعني، بس الاشهر ان هي بتروح لمين؟ بتروح لللونج، وفي الاخر خالص تيجي تقعد في السمول انتستين، يبقى الهابيتات بتاعتها هي السمول انتستين. هو بيقول لك ان في مايجراتوري فيز في اللنج، ان هي بتبقى الانجستد ايج بتدخل للسمول انتستين، تطلع منها بقى الايه، قال لك تطلع منها اللارفا، اللارفا تبدا تعمل بنتريشن للوول بتاع السمول انتستين، تدخل جوه السيركيوليشن، ومنها تبدا تعمل ايه، قال لك تروح لللنج. جوه اللنج يبدا يحصل لها ماتوريشن، يعني جوه اللنج اللارفا اللي موجوده دي يبدا يحصل لها ماتوريشن، تمشي بقى تروح لللارينكس، تروح للفارينكس، ترجع تاني تروح للايه، للسمول انتستين، وتتحول للاطل. طيب المود اوف انفكشن، ان انت تعمل انجشن، انجشن لمين؟ للامبريونيتد ايج اللي هي الماتيور، يعني من خلال contaminated food and water. دي كده الصوره اهوت ليها للاسكاريس. الادلت بتاعها بيوصل لحوالي من 15 ل 25 سنتي، ودي الاماتيور ايج بتبقى ايه، قال لك ان هي بتبقى عندها اور ماميليتد لير، يعني اللير اللي بره كده، يعني ايه، قال لك هنا بتبقى ماميليتد، وبتبقى طولها حوالي من 60 ل 40 مايكرو. طيب ايه هي المايجريتنج لارفا بقى؟ المايجريتنج لارفا اول حاجه الباثوجينيسيس، المايجريتنج لارفا دي اللي هي ماشيه في اللنج، ما هو الجهاز المناعي هياخد باله منها، فيروح يعمل ايه بقى؟ يبدا يهاجمها، فبالتالي يعمل هوست سنسيتايزيشن، هو الجهاز المناعي خد باله منها، ويبدا يعمل تيشو في الايه، قال لك هنا في اللنج، في اللنج تيشو دامج في اللنج يعني، فيبدا يجي العيان يجي له بقى ازمه واتاك، وكمان برده ممكن يجي له نيمونيا اللي هو التهابات. تمام، ودي بنسميها ايه؟ قال لك بنسميها لوفلر سيندروم، بنسميها لوفلر سيندروم او فيرمينوس انيمونيا. بعد كده الادلت بقى اللي موجود في السمول انتستين، لو هي مايلد انفكشن خلاص يا دوبك شويه حاجات بسيطه زي بقى ايه، قال لك هنا دياريه والكلام وفيفر وكده، انما لو هي هيفي بقى فبالتالي يبدا يحصل اجريجيشن لكميه كبيره من الورم، فكده يحصل حاجه اسمها فولفولاس. فولفولاس دي يعني ايه؟ يعني ان اثنين لوب من الانتستين يقوموا لافين حوالين بعض زي الشكل دوت، دول اثنين لوب من الانتستين لفوا حوالين بعض عملوا شكل 8، ده كده اسمه فولفولاس. او انتسسبشن، انتسسبشن ان اثنين لوب دخلوا اللوب دخل جوه الثاني زي ما نلبس فرده الشراب في بعضها. تمام، فهو ده اسمه انتسسبشن، او ان هو بقى يعملوا انتستينال اوبستراكشن، والانتستينال اوبستراكشن ديت حاجه ايمرجنسي تريتمنت بتحتاج الى عمليات فورا، وده بيحصل خصوصا في الاطفال. طيب
بعد كده بيحصل ان يحصل حاجه اسمها ايه قالك اريتيشن للورم. يعني ايه الاريتيشن للورم؟ ان مثلا في دراجز معينه لو احنا اديناها نعمل اريتيشن للورم ان هو يبدا يلف ويعمل مايجريشن. عشان كده لما يجي يقول لك ان انت لو لقيت اسكاريس ومثلا اي بارازايت تاني مع في الجسم، مثلا اسكاريس مع شيستوسوما، اعالج مين؟ اعالج الاسكاريس الاول ولا الشيستوسوما؟ لا، اعالج الاسكاريس الاول عشان ما اعملهاش ايه قالك اريتيشن بالدراج بتاع الشيستوسوما، تمام؟ فبالتالي ممكن يؤدي الى ايه قالك مايجريشن طبعا من الهابيتات بتاعتها، فبالتالي يعمل كومبليكيشن، يروح في الانتستين يعمل انتستينال برفوريشن، يروح للابندكس ويعمل لها بلوكينج يعني في اليومن بتاعها، كمان يروح عند الامبولا اوف فاتر. الامبولا اوف فاتر ديت اللي هي ايه قال لك اللي هي بتطلع عصاره البنكرياس يعني، فبالتالي يحصل بنكرياتايتس. كمان برضو عندك هنا يروح للكومن بايل داكت يقفلها، الكومن بايل داكت دي اللي كانت بتطلع البيلروبين فيعمل اوبستراكتيف جوندس. كمان برضو يروح للليفر بارينكما، فبالتالي هيبوظ الليفر، فبالتالي يبدا يحصل هيباتايتس ويحصل عليه انفكشن فيحصل ليفر ابسس. ده كده الايه قال لك ده كده اللي هو من ضمن الكومبليكيشن دي، كده الكومبليكيشن. وده ممكن يجي لك سؤال ريتن. بعد كده كمان برضو ان هو بيعمل نيوتريشنال ديفيشنسي، بمعنى بيجي يقول لك ان انت عندك اصلا ان الاسكاريس بيبدا يطلع توكسين. التوكسين دوت بيبقى ليه انتي دايجستيف افكت، يعني ايه بيمنع الايه الدايجشن، فبالتالي بيدخلك بقى طبعا في نيوتريشنال ديفيشنسي زي بروتين ايه انرجي نيوتريشن، زي اللي هو الكواش، كواش الكور ديت حاله مرضيه بيبقى فيها نقص في الايه قال لك هنا في اللي هو البروتين اللي الطفل بياخده كميه كربوهيدرات كتيره. كمان برضو فيتامين اي ديفيشنسي، ده كله بسبب ايه قال لك ان هي بتعمل فود كونسومشن. كمان بتبدا تطلع سبستانس، السبستانس دي بتعمل انترفير مع مين قال لك مع الدايجستيف بروسيس. كمان برضو بتقلل الابيتايت، الهوست اللي ما بيبقاش عنده شهيه للاكل. كمان برضو ان هي الورم انتيجين اللي بيعمل ايه قال لك ان الورم انتيجين يبدا يحصل طبعا عليه انفلاميشن، جهاز المناعه ياخد باله منه، فبالتالي يحصل منه انترايتس بقى اللي هو انفلاميشن في الامعاء. كمان برضو عندك اللي ايه قال لك هنا ارتكاريا هارش بقى وهايبر سنسيتيفيتي. طيب الكلينيكال مانيفيستيشن برضو الانكيوبيشن بيريود بتاعتها حوالي من اسبوع لاسبوعين. طبعا اول حاجه في المايجريشن ستيج اللي هي بتاعه تروح للاند، قلنا اللوفرال سيندروم اللي هي بتبدا تعمل هي اوست سنسيتيزيشن وممكن العيان يجي له ازمه وكمان يدخل فيه نيمونيا. كمان برضو طبعا هيجي له ايه ازمه اللي هو ايه قال لك طبعا نيمونايتس دوت، هيبدا يجي له ايه فيفر وكف وكمان هيموبسيس يعني كح دم. كمان في السيفير كيزس يؤدي الى برونكيال ازمه لسه قايلين. كمان برضو ان طبيعي جدا هيبدا يحصل ايزونوفيليا، الجسم هيرد عليها وتزود الايزونوفيل توصل لحوالي 20%، ده في المايجريشن الاستيت تمام بيوصل ل 20%. تمام كمان برضو عندك ان هي بتبدا ايه قال لك هنا ان هي بتبدا 1 ويك بعد الانكيوبيشن وتقعد لثلاث اسابيع. ده مين ده المايجريشن ستيت، بتبدا ايه قال لك 1 ويك افتر انفكشن وتقعد لحوالي قد ايه لثلاث اسابيع. في الانتستينال ستيج بقى، في الانتستينال ستيج طبعا هتجي لك بايه قال لك اكيد بابدومينال كوليك بقى وضيارية وكمان ويت لوس. نيوتريشنال ديفيشنسي والتوكسين دي هتبدا تعمل ايه بروتين مال ابزوربشن اند فيتامين ديفيشنسي، فيتامين ايه احنا لسه قايلينها هناك. كمان توكسيك الرجيك مانيفيستيشن زي الانترايت تسوي الارتكاريا اللي موجوده. ده كده الكلينيكال مانيفيستيشن. بعد كده الكومبليكيشن، اول حاجه طبعا انتستينال اوبستراكشن، ده لو هي الورم اكتر من 20 سنتي وخصوصا في الاطفال. ممكن تعمل انتستينال برفوريشن وتروح للبريتونيوم فتعمل بريتونايتس. كمان ممكن تعمل مايجريشن لاماكن كتير زي الابندكس تعمل ابندسايتس، تروح للبايل داكت الكومن بايل داكت وتقفلها فيعمل لك ايه اوبستراكتيف جوندس، تروح للليفر وتبوظ الليفر بارينكما وقلنا هتعمل ايه قال لك انا هتعمل ليفر ابسس وهيباتايتس، تروح للبنكرياس وتقفل الامبولا اوف فاتر فتعمل بنكرياتايتس. كمان برضو للاستومك، فبالتالي يا عم تلاقي اصلا تيجي الام تقول لك انا ابني رجع دوده، فهي فعلا ممكن تنزل في الترجيع فتبقى فوميتد، وممكن تعمل طبعا مايجريشن وتروح لاجزاء الجسم المختلفه. دي كده الكومبليكيشن بتاعت مين؟ بتاعت الاسكاريس. طيب انا عايز اعمل دايجنوزس، هل هي في المايجريشن ستيت ولا في الانتستينال ستيت؟ لو في المايجريشن ستيت هي مش راحت اللنج، ممكن اخد عينه من السبيوتم واشوف فيها ايه. طبعا هلاقي الايزينوفيليا عاليه جدا، بس خد بالك ان الايزينوفيليا دي هي بتوصل 20% بس بسرعه جدا بتقع. كمان ممكن اعمل اكس راي هلاقي ان في انفلاماتوري رياكشن حوالين اللارفال انفرتيليشن، يعني في انفلاميشن حواليها بطش بيضه كده في الاكس راي، وكمان مش هلاقي اي اج في الاستول اصلا لان هي لسه في المايجريشن ستيت وهي بتلف في الجسم. طب في الانتستينال ستيت خلاص لا، في الحاله دي اخد استول اكزامينشن هلاقي الايج وممكن الاقي الادلت، ممكن الادلت تنزل لان في المايجريشن ستيت بتبدا تلف، هي فري هي بتبقى موجوده فري مش لازقه في الميكوزا. كمان برضو ممكن اهو الورم في الفوميتنج. تمام باريوم انيما، الباريوم انيما ده ان انا بديله باريوم من ايه قال لك هنا
من الانس وابدا اعمل ايه؟ قال لك واصور بالاكس راي. هو الطبيعي جدا ان الانتستين هتبقى كلها ايه؟ قال لك هنا البريم هتخلي الانتستين كلها بيضاء الا في الجزء بتاع الايه؟ قال لك هنا بتاع الـ اللي فيه الدوده هتظهر ايه؟ قال لك هتظهر سودة. فده اسمه فيلينج ديفكت ابيرنس، ده فيلينج ديفكت ابيرنس. ده كده برضو اللابوراتوري دايجنوسيس. طب عايزين نعالج، قال لك هنا قلنا ان العلاج، قلنا ان الانتستاينال او هو عموما الانتستاينال او اي نيماتود بنعالجها بمين؟ بالالبندازول والميبندازول. طيب بس بيقول لك ان في التشيلدرن احسن حاجه ان انت تدي ريبيتد وسمول دوزز احسن من سنجل دوز. طيب بيقول لك لو هي في اللارفا، لو هي لارفا لسه يعني لسه في المايجريشن ستيت، انا هدي بريدنيزولون، يعني هو ده كورتيزون. تمام ليه؟ لان ان الانتي هيليمين، طب ماشي انا اديت البريدنيزولون، طب بعد كده ادي انتي هيليمينسك دراج بقى اللي هو الحاجات بقى اللي هي الانتي هيليمينسك دي بعد اسبوعين من اللونج انفولفمنت. تمام واعمل مانجمنت للكومبليكيشن. طب ايه هي برضو البريفنشن؟ ده برضو قلنا بروبر ووشنج للفيجيتابل والفروتس، كمان برضو سيف ووتر سبلاي، هيلث اديوكيشن يعني ايه؟ قال لك انا ابدا اعمل اغسل الخضروات كويس، اعمل ووتر سبلاي كويسه ونظيفه، اعمل ماس تريتمنت لكل الايه؟ قال لك لكل الاشخاص المصابه، سانيتري ديسبوزال برضو للهيومن فيسز. نراجع برضو تاني على اللي هو الاسكارس. قلنا ان الاسكاريس اللي هو الديزيز بتاع الاسكاريس اسمه اسكاريزيس، فيري كومن ديزيز وبيبقى كوزمو بوليتن. قلنا ان هي نزلت الايج، نزلت في السويل، قعدت لحد ما حصل لها ماتيوريشن، فبالتالي اتحولت الى ايه؟ قال لك الى انفكتيف، يعني الايج جواها الانفكتيف لارفا اللي هي الامبريونيتد ايج، وجي الانسان عمل له ايه؟ عمل لها انجيشن، وصلت للديودرام، خرمت الوول بتاعته، وبعد كده دخلت جوه البلاد، وبعد البلاد دوت عملت مايجريشن للايه؟ قال لك ليه اللانج طبعا، وعملت حاجه اسمها المايجريتوري ستيت، وفي الاخر خالص راحت قعدت في السمول انتستين. طيب طيب في برضو مايجريتوري فيز في اللانج، قلنا ان الانجستد ايج اللي موجوده دي هتروح للسمول انتستين، جوه السمول انتستين هيبدا يطلع من الايج لارفا، اللارفا تبدا تعمل بنتريشن وتدخل جوه السيركيوليشن، جوه السيركيوليشن تروح لللانج، فيبدا يحصل لللارفا دي ماتيوريشن تاني، وبعد كده منها تروح لللارنكس، تروح للفارنكس والانتستين، في الاخر خالص تنتهي بان هي ترجع تكون الادلت. المود اوف انفكشن ان انت ان الانسان يعمل انجشن للامبريونيتد ايج، يبقى الامبريونيتد ايج دي هي كده الانفكتيف ستيج بتاعتنا. وقلنا ان الادلت بيبقى حوالي من 15 ل 20 سنتي، والايج بتاعتك بيبقى فيها ايه؟ قال لك دي الاماتيور ايج، خد بالك الاماتيور مش الماتيور، الاماتيور ايج بيبقى اوتر ماميليتد لاير كده، بتبقى 60 في 40 مايكرو. بعد كده الباثوجينيسيس، قلنا في المايجريتنج لاربا خلاص هتبدا تعمل هوست سنسيتايزيشن، ان الجهاز المناعه بتاع الانسان هيبدا ياخد باله منها، جهاز المناعه بتاع الانسان هيبدا ياخد باله منها، ويبدا يعمل لانج دامج طبعا او لانج تيشو دامج، وفي الاخر خالص العيان ممكن يجي له ازماتيك اتاك او نيمونيا، ودي بنسميها لوفلر سيندروم او فيرمينوس نيمونيا. بعد كده كمان الادلت في السمول انتستين هيجي لك بايه؟ قال لك يا اما مايلد انفكشن فخلاص هتبقى ليتل باثولوجي، او اي في انفكشن وتلاقي كميه كبيره جدا من الورم حصل لها اجريجيشن جنب بعضها، فبالتالي تؤدي الى حاجه من الثلاثه، يا اما تؤدي الى فولفولس، وقلنا ان اثنين لوب من الانتستين يلفوا حوالين بعض بالشكل دوت، او انت السسبشن ان لوب يدخل جوه تاني زي ما بندخل فردة شراب في الفردة التانية، دي كده اسمها انت سسبشن او انتستينال اوبستراكشن، ويبدأ كله بيحصل فيه الايه؟ قال لك هنا في الاطفال اكتر. كمان برضو ان ممكن يحصل اريتيشن للورم، ان احنا يعني من بره نعمل اريتيشن للورم باي دراج، باي دراج معين، وكمان برضو ده يؤدي ليه؟ لمايجريشن ليها من النورمال هابيتات لاي سايت تاني، ويديك كومبليكيشن بقى معينه زي انه يعمل انتستينال بيركوريشن، يعمل بلوكينج للابندكس اليومن، يقفل الامبولا اوف فاتر، فبالتالي يبدا يحصل بانكرياتيتس، يقفل الكومن بايل داكت، فيحصل اوبستراكتيف جوندس، يدمر الليفر بارينكيما، فبالتالي يبدا يحصل هيباتيتس اند ليفر ايه؟ قال لك هنا ابسس. بعد كده يحصل اريتيشن، بعد كده ممكن كمان برضو ان هو بيحصل نيوتريشنال ديفيشنسي. النيوتريشنال ديفيشنسي دي وكمان قلنا معاها ان هو بيحصل بروتين انرجي مال نيوتريشن اند ايه؟ قال لك فيتامين اي ديفيشنسي، وده بسبب اربع اسباب، وده برضو ممكن سؤال يجي ريتن، ان هي ان الورم بتعمل فود كونسامشن يعني الورم بتعمل فود كونسامشن، كمان برودكشن لسبستنس معينه، السبستنس دي بتعمل ايه؟ قال لك هنا بتعمل انترفير مع الديجستيف بروسيس، وكمان برضو بتقلل الابيتايت بتاع الهوست، كمان برضو ان الورم انتيجين دي بتبدا تعمل انترايتس، تبدا تعمل اركتيكاريا، تبدا تعمل هايبر سنسيتيفيتي.
الكلينيكال مانيفستيشن في انكيوبيشن بيريود ده من اسبوع لاسبوعين. قال لك المايجريشن ستيت العيان هيجي بايه؟ طبعا اي عيان عنده نيمونيا، نيمونيا دي يعني انفكشن في الجسم، فبالتالي في فيفر اكيد، كف وسبيوتم ممكن توصل لهيموبسيس. في السيفير كيزز بيحصل له عنده برونكيال ازمه، ان هو اتاك بقى من البرونكيال ازمه اللي هو ما بيبقاش قادر ياخد نفسه وكده. كمان برضو الايزوفيليا في المرحله دي بتبقى عاليه جدا، بتوصل لحوالي 20%. كمان برضو ان وي بتبقى لونج انفلتريشن للاكس راي. كمان برضو عندك ان هي بتبدا امتى المايجريشن ستيت دي؟ 1 ويك افتر انفكشن، وتقعد لايه؟ لثلاث اسابيع. الانترستانال ستيج اكيد ابدومينال كوليك بقى ودايريا وديسبيبسيا، نيوتريشنال ديفيشنسي، وكمان برضو توكسيك اليرجيك مانيفستيشن زي الايه؟ الارتكاليا. طيب الكومبليكيشن قلنا والله انترستانال اوبستراكشن خصوصا في الاطفال، انترستانال برفوريشن فيعمل بريتونايتس، مايجريشن بقى لاي مكان، الابندكس يعمل ابنتسايتس، يروح للبايل داكت فيعمل اوبستراكتيف جوندس، يروح للليفر وقلنا يعمل ايه؟ هيباتايتس وليفر ابسس، يروح للبنكرياس فيعمل بنكرياتيتس، يروح للاستومك فيبقى فوميتد معاها. كمان برضو من ضمن بقى ان انا عايز اعمل دايجنوزس، والله لو انا في المايجريشن ستيت فاعمل ايه؟ هاخد عينه من السبيوتم، ففي الاغلب هنا هشوف اللارفا، لان احنا قلنا الايه؟ قال لك لسه ما حصلهاش ماتوريشن. هاي ايزينوفيليا وهي بيحصل لها رابيدلي فيلينج. كمان برضو في الاكس راي هلاقي انفلاماتوري رياكشن حوالين اللارفا، وكمان ما فيش اي ايج هيبقى في الاستول في المايجريشن ستيت. في الانترستانال لا، الايج هيبدا ينزل في الاستول، وممكن الاقي الادلت لان الادلت بيبقى فري. كمان برضو ممكن الاقي الورم بيبقى موجود فري، يعني الادلت بيبقى موجود فري في السمول انتستين. كمان برضو ايه؟ الورم ممكن الاقيها في الفوميتنج ماتيريال، والبريم ايمن انما هيديني فيلينج ديفكت ابييرنس للورم. طيب بعد كده عايز اعالج، العالج قلنا بنعالج بمين؟ بالالبندازول والميبندازول، والافضل لو هو طفل صغير بديله ريبيتد سمول ايه؟ قالك دوزز، بدل ما بديله سنجل ايه؟ قالك هنا سنجل دوز. ولو هي برضو لو هي لارفا لسه خلاص، في الحاله دي بدي برينيزولون، وبعد كده ادي انتي هيلمينسك دراج بعد ايه؟ قالك بعد اسبوعين من اللنج انفولفمنت. البريفنشن طبعا بروبر ووشنج بقى للفيجيتابل والفروت، ميه كويسه، ابدا اعالج كل الناس ماس التريتمنت وهيلث ايدوكيشن وافهمهم ووعيهم. كمان برضو سانيتري ديسبوزال للهيومن ايه؟ قال لك هنا فيسز. دي فزوره كمان برضو، بيقول لك ان شخص ولد في العشاء ومات في المغرب بنفس اليوم، كيف هيحصل ذلك؟ ممكن نفكر فيهم يعني. طيب بعد كده اخر بارازايت معانا ان شاء الله هو التوكسوكارا اللي بيعمل ديزيز اسمه توكسوكاريزيس او فيسرال لارفا مايجرين. ايه الفيسرال لارفا مايجرين ده؟ اول حاجه ان حصل انفيجن للهيومن فيسرا، يبقى دي جزء من الاسم جه فيسرا، يبقى هو كده اول سميناه فيسرال عشان هو عمل انفيجن للايه؟ الفيسرا. طب ازاي بقى؟ بمين؟ قال لك بالدوج والكات اسكاليس. ازاي؟ هو في نوع معين، احنا الانسان عنده الاسكاليس احنا لسه قايلينها، ده اللي بيصيب الانسان اللي هي الايه؟ قال لك الاسكاليس لامبركويدس. انما في نوع معين من الاسكاريس بيصيب الدب ويصيب الكات، اللي هو مين؟ قال لك ان انت عندك ان الدب بيتصاب باسكاريس معينه اسمها توكسوكارا كاني، والايه؟ قال لك والكات بتتصاب باسكاريس معينه اسمها توكسوكارا كاتي. فدول يعني كده ايه؟ ممكن نقول يعني صابوا، هم اصابوا الانسان، فبالتالي عملوا انفيجن للفيسرا فسميناهم فيسرال لارفا مايجرين. وكمان ان هم بيبداوا يهاجروا في الجسم كله، فبالتالي عشان كده سميناهم ايه؟ قال لك مايجرين. بيقول لك ان التوكسوكاريزيس دوت بريدومينتلي ديزيز في التشيلدرن، بيجي اكتر في للتشيلدرن اللي هم عمر كام؟ من سنتين لسبع سنين، بيجي من عمر السنتين لسبع سنين. طيب اهو برضو ان انت عندك ان الايج هو نزلت من الفيسس بتاع الايه؟ قال لك هنا بتاع الدج او الكات، على حسب بقى ان مصاب بتوكسوكارا كاني ولا توكسوكارا كاتي. وبعد كده قعدت في السويل برضو حصل لها ايه؟ قال لك هنا ماتيوريشن. جه انسان مثلا كان فيجيتابل ملوثه كونتامينيتد اي حاجه، فبالتالي اتصاب بالتوكسوكارا دي. التوكسوكارا دي لما تدخل جوه جسم الانسان هي محتواها ضاع، هي ما بتصيبش الانسان، فبالتالي هي مش عارفه تروح فين، فيحصل تبدا تعمل مايجريشن في الجسم كله. ده كده الايه؟ التوكسوكارا. عشان كده سميناها ايه؟ قال لك مايجرين. اهو بيقول لك ان الادلت ورم دي بتعيش في الانتستين بتاع مين؟ بتاع الدوج والكات، مش الانسان خالص، والايج بتبدا تعدي فيه الفيسز. طب ازاي؟ المن حصل له انفكشن من خلال ان هو عمل انجيشن لمين؟ قال لك للامبريونيتد برضه توكسوكارا ايج. طب ماشي، عملت انجيشن خلاص، انت اكلت الايج، الايج دي هيخرج منها اللارفا، هل اللارفا تقدر تتحول للادلت؟ لا، اللارفا ما تقدرش تتحول للادلت، لان ده مش الديفينيتيف هوست بتاعي اللي انا اقدر اعيش جواه، فبالتالي اللارفا هتفضل مكانها، تبدا تعمل بنتريشن للانتستينال ميكوزا، تدخل جوه السيركيو بقى وتلف في الجسم كله، في الليفر، تروح لللنج، تروح للبرين، للايز، واي اورجان تانية، وتبدا تعمل انفلاميشن. تمام؟
طيب بالنسبه للباثولوجي برضه هي هتعمل ايه؟ مايلد. في الحاله المايلد هتعمل ايزينوفيليا، الايزينوفيليا هتبقى عاليه جدا، ودي بتبقى في 20 ل 40% من 20 ل 40%، وممكن تبقى اسيمتوماتيك اصلا. طب لو في السيفير، لا هلاقي ايزينوفيليا و50%، وهلاقي فيفر لان في انفلاميشن، وعلى حسب الليفر، على حسب المكان اللي هتروح تضربه. والله راحت الليفر هتعمل هيباتوميجالي، تندر ليفر، لارج وتندر ليفر. طيب هتعمل كمان هايبر جلوبينيميا. يعني ايه هايبر جلوبينيميا؟ هي اصلا التوكسوكارا دي انفلاميشن في الجسم، هياخد باله منها، او برازايت يعني حاجه انتيجين من بره الجسم ياخد باله منها. الجسم مش بيرد عليها بايه؟ قال لك بانتيجينز او باميون جلوبولين مخصصه للتوكسوكارا، او بيرد عليها بكل الاميون جلوبولين اللي عنده. تمام، فيحصل هايبر جلوبينيميا. كمان برضو تلاقي ريز تتر من اميون جلوبولين ام واميون جلوبولين اي واميون جلوبولين جي. طب لو راحت لللنج تعمل نيمونايتس، فبالتالي بقى ايه؟ ديزنيا وقف. وكمان برضو ايه؟ قال لك مش قادر ياخد ناس شيست تايتنس، ممكن تعمل برونكوس بازم. ايه؟ قال لك ان البرونكاي تقفل. تمام. وكمان برضو ايه؟ ممكن تعمل بلورال افيوجن. طبيعي جدا لو عمل بلورال افيوجن هتعمل ايه؟ ويزيس، صوت بقى ايه؟ تزييق كده في الايه؟ قال لك هنا هيتسمع بالسماعه. كمان برضو الاي، لو راحت للاي قال لك هنا ممكن تعمل حاجه اسمها ريتينال ديتاتشمنت، فتؤدي الى بلايندنس اصلا. كمان تروح للسي ان اس تبدا تعمل نيورولوجيكال ديستربنس، ممكن عيان بقى يجي له اي مشكله في تبع النيورو. تمام. بعد كده اعمل دايجنوز ازاي؟ طبيعي جدا باللابوراتوري، هلاقي ايزينوفيليا، هلاقي هايبر جاما جلوبولينيميا. الالبومين للجلوبولين ريشيو هتبقى قلت. هو الطبيعي ان الالبومين للجلوبولين ريشيو دي بتبقى حوالي 2 الى 1. لا هي ممكن يحصل لها ايه؟ قال لك تتعكس ان تبقى 1 الى 2. كمان الليكوسايتوز، طبعا الليكوسايت هتبقى عاليه جدا. لو عملت بقى الايلايسا، طبعا اللي هو بقى ايه؟ بدات ابص بالايلايسا، طبعا ده سبيسيفيك جدا. طيب ممكن اعمل راديوجراف او اكس راي وسي تي على الهيباتيك ليجن، طبعا هلاقي ايه؟ قال لك هنا بتبقى حاجه طالعه لو دينستي كده. كمان برضو لو هي بالمونري انفولفمنت، هلاقي مالتيبل بالمونري نيديول. المالتيبل بالمونري نيديول كده ايه؟ قال لك مديك جراوند جلاس ابيرنس، اللي هي حاجات نقط بيضاء كده في الايه؟ قال لك هنا على الشيست. تمام، بتديك جراوند جلاس ابيرنس. ده كده الدايجنوستس بتاعنا، اهو ده كده الايه؟ الجراوند جلاس ابيرنس. برضه العلاج بتاعك يا اما ميبندازول يا اما هنا سايبندازول، مش ايه؟ قال لك مش البندازول، يا اما ميبندازول يا اما سايبندازول. لو في اوكلير انفولفمنت خلاص، فبالتالي هيعمل ريتينال ديتاتشمنت، فممكن يؤدي الى بلايندنس. انا لازم ادخل بليزر تريتمنت، وموضوع الريتينال ديتاتشمنت ده انفصال شبكيه، لما توصلوا الراوند ان شاء الله هتعرفوه. طيب بعد كده بقى، طبعا انا برضه عايز اعمل كنترول. بعمل كنترول ازاي؟ برضه افويد الكونتامينيشن بتاع الهاند بقى والفود بايه؟ قال لك بالدوج والكات. طيب ولازم لو انت مربي دوج او كات لازم تبدا تعمل لهم اكزامينيشن كل فتره، لو هم تريتد ولو هم انفكتد لازم تعالجهم. الكلاب الضاله اللي في الشارع والقطط لازم تتخلص منهم وتموتهم. وكمان هيلث اديوكيشن. يبقى كمان مره نراجع على التوكسوكاريزيس. قال لك ان ده اسمه فيسترال لارفا مايجرين، دوت انفيجن للهيومن فيسترا بالدب والكات. ايه؟ قال لك اسكاريس. كمان اللي هم مين؟ التوكسوكارا كاني والتوكسوكارا كاتي. التوكسوكارا كاني ده بتاع الدب، والتوكسوكارا كاتي بتاع الايه؟ قال لك الكات. التوكسوكاريزيس ده بيجي في التشيلدرن اكتر من عمر سنتين لسبع سنين. اللايف سايكل قلنا الادلت ورم بتعيش في السمول انتستن او في الانتستن بتاع الدب والكات، ما بتعيش في الهيومن خالص. وكمان الايج بتنزل جوه الفيسز. المين بيبقى انفكتد عن طريق ان هو بيعمل انجكشن لمين؟ بتعمل ايه؟ قال لك هنا انجيشن ليه الايه؟ قال لك ليه اللي هو الامبريونيت التوكسوكارا ايه؟ طبعا طالما دخلت جوه جسم الانسان هي كده قلنا محتواها ضعف، فبالتالي اللارفا مش هيحصل ايه؟ قال لك مش هتقدر تتحول الى ادلت، فهتبدا تعمل بنتريشن بقى للسمول ميكوزا وتلف فقا وتروح للاورجن بتاع الجسم المختلفه. طيب ازاي بقى الباثولوجي بتاعنا؟ الباثولوجي بتاعنا عندك هنا المايلد ايزينوفيليا. ده لو هي ايه؟ قال لك ده حاجه مايلد من غير سيمتومز. لو سيفير ايزينوفيليا بقى، وعلى حسب الاورجن اللي هتضربه، تعمل هيباتوميجالي، بتعمل هايبر جلوبينيميا، ودي مهمه جدا. كمان برضو لو راحت اللنج تعمل نيمونايتس بقى قف، وكمان ديزنيا، وكمان ممكن تعمل برونكوس باز، ممكن تسمع ويزس. الاي ممكن تؤدي الى بلايندنس، وكمان على السي ان اس نيورولوجيكال اي ديستربنس. قلنا الانفستيجيشن من خلال ايزينوفيليا، هايبر جلوبينيميا، وديكريز للالبومين جلوبين ريشيو. كمان برضو الايلايسا ممكن نستخدمها. بالاكس راي والسي تي اهم حاجه في البلمونري انفولفمنت هنلاقي ايه؟ قال لك هنلاقي جراوند جلاس اوباستي، جراوند جلاس اوباستي الشكل دوت. طيب طيب عايز اعالج ازاي؟ بعالج بالميبندازول والسايبندازول. قال لك لو انت لقيت الاوكولر انفولفمنت وكمان معاها ريتينال ديتاتشمنت، ففي الحاله دي لازم اعالجها بالليزر بسرعه. طيب البريفنشن والكنترول، هافويد الكونتامينيشن بتاع الهاند والفوت مع الدوج والكات فيسز. لو في دوج وكات عندك لازم تعمل لهم اكزامينيشن، ولو هم انفكتد لازم تعالجهم، والستري دوج اند كات لازم يبقوا ديسترويد، وهيلث اديوكيشن.
شويه اسئله بقى. اول حاجه هو ايه المود في انفكشن بتاع الاسكاريس؟ الاسكاريس كان بيتنقل ازاي؟ هل هو بالسكين بنتريشن ولا بالانهيليشن ولا بالانجشن؟ هو قلنا ان هو بيتنقل بيه ان الانسان يعمل انجشن للايه؟ للامبريونيتد ايج. طيب بعد كده الاسكاريس باثولوجي في اللنج بيؤدي الى اي سندروم اسمها ايه؟ قال لك الى اسمها في اللنج قلنا بيؤدي الى حاجه اسمها لوفلر سندروم. لوفلر سندروم او ايه؟ قال لك فيرمنس نومونيا. يبقى مش هنختار فيرمنس عشان ده جايب لي كلمه سندروم مش نيمونيا. كمان اي ايه الدواء اللي هو افكتيف في علاج الاسكاريس؟ هل هو البرازيكونتال ولا الميبندازول ولا التتراسايكلين؟ قلنا اي نيماتود بيبقى الميبندازول. الهابيتات بتاع التوكسكورا بتعيش في اني فوقاني جزء بتاع الدب والكات؟ قلنا بتحب تعيش في السمول انتستين. بتحب تعيش فين؟ في السمول انتستين. كل دي كلينيكال مانيفيستيشن للتوكسكورا اكسبت بتعمل نيمونيا وهيباتوسبينول ميجالي وماستوتايتس. بتعمل ايه؟ هي فعلا بتعمل نيمونيا لما تروح لللنج، بتعمل هيباتوميجالي لو راحت ليه قالك للليفر، انما ما عمرها ما تعمل ماستوتايتس. كمان برضو عندك ايه هو اللي بيحصل مع الترايكولس انفيكشن؟ هل بيحصل ريكتال برولابس بليدنج تنزموس اول اوف ذم؟ بيحصل ريكتال برولابس عشان التنزموس والويك ميكوزا. بيحصل تنزموس اصلا وكمان قلنا بليدنج ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب ثلاث حاجات، قصدي بليدنج عند السايت بتاع البنتريشن، فبالتالي باول اوف ذم. طب اي نوع من الانيميا بيحصل مع الترايكولس؟ قلنا بيحصل ايه؟ قال لك هنا هايبوكروميك. وبكده تكون المحاضره خلصت، واسف وشكرا.